حصنا لي ولا تكلني إلى نفسي، لأنك إذا وكلتني إلى نفسي أهلكتني. فإذا وكل الله العبد إلى نفسه هوت به. قال الله: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. هوى فيبغض الله منه الطاعة، يقول انتهى لا تطيعني. ترى شيء من الناس يوم ما يصلي ربما هذا الخذلان أوقع في هاوية من سخط الله، فما يروم يصلي ولا يروم يصوم. صحيح التراويح ما يصلي مع الناس، ولا يقول يصلي يجي الكورة، هذه الكورة رأس الجن ذا يركض وراهم بعد العشرين النصف الليل وما عنده إشكال، لكن الصلوات ما يصلي. ما الذي قيده؟ إيش اللي قيده؟ الخذلان. الله خذله، كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا اقعدوا مع القاعدين، فلا ينهض لطاعة. قيل للحسن البصري، طبعا عشان تعرف أوثق الكلام عشان ما تقول هذا من كيس مسعود، قيل للحسن البصري رحمه الله: نريد أن نقوم الليل ولا نستطيع قيام الليل. قال أهلكت، قال أثقلتكم ذنوبكم. انت عاد شوف، إذا شفت نفسك محروم من طاعة استغفر. تمر عليك ست ساعات من الصبح لنش أو أكثر إلى الظهر ما صلى ركعتين ضحى، اللي لك بهن 360 حسنة بكل مفصل، بكل مفصل من مفاصل جسدك حسنة بركعتي الضحى. إذا شفت نفسك أنت قادر مبعد عن هذه الطاعة استغفر. ما تقدر تحيي بين العشاءين مع فراغ فاستغفر. ما تقدر تحضر مجلس علم ومجلس ذكر لله تسمع أنه يوصلك الإعلام وتتجاهله، فاعلم أن هذه من علامات الخذلان، استغفر. حرمانك من حسنة مع اقتدار من علامات مقت الغفار. حرمانك من حسنة مع اقتدار من علامات سخط الغفار. الخذلان ذا مصيبة، فالخطايا دي لما تتراكم على قلب الإنسان تؤثر في جوارحه فتثقله عن الطاعات، ما لمرض في بدنه لكن لعلة في قلبه وخذلان بينه وبين ربه. محروم محروم إلى أن يتقدم المتقدمون ويبقى هو متأخر. وعلى خلاف ذلك هذا الذي طهر قلبه ثم طهرت جوارحه وخفت للطاعات، خفت للطاعات. تشوف لما تقرأ سير الصالحين تلقاهم يهدرون هديرا بنبيل القربات وشامخات الطاعات وهمم تناطح الجوزاء، طاعة لله، ومن فريضة إلى نافلة، ومن نافلة إلى فريضة، من قربة إلى قربة، ومن طاعة إلى طاعة. على هذا يجنح شيخ أحد مشايخنا الشيخ ماجد بن خميس، مات والمصحف على جبينه، كان رجل مصلي يصلي 40 ركعة، يصلي 12 ركعة إذا طلعت الشمس، بعد طلوع الشمس 12، ثم بعد ذلك إذا ارتفعت 12 ركعة، وبين الظهر العصر 12 ركعة، وبعد ذلك بعد بين المغرب والعشاء 12 ركعة، ثم يقوم الليل ب40 ركعة، وهو رجل طاعن في السن، كبير في السن، يقوم الليل ب40 ركعة، 40 ركعة. الشيخ سيف الراشد المعولي يصلي في اليوم 120 ركعة، الشيخ محمد بن شمس البطاشي يختم في اليوم 10 أجزاء، كل يوم 10 أجزاء. يوم تسمع مثل ذا مثل هذه الأخبار تعلم أن وراءها توفيق، وهذا التوفيق وراءه تخلي من الذنوب والمعاصي، لأن المطهرات عنده فعالة عاملة تشتغل، الوضوء وغير الوضوء هذا كل ذا المطهرات تعمل في قلبه وفي بدنه، فلذلك مخف
مبادر. فإذا هذه الذنوب ذي لها أثر، ولها أثر على سوء الخاتمة وحسن الخاتمة. لذلك ما تقول إن هذه الذنوب ذي شوية، هذه الذنوب وإن صغرت إلا أنها تجل